هنروح لكرة الطائرة سيدات أيضا، وقرعة كأس مصر طبعا تم إجراءها في الاتحاد المصري، وطبعا القرعة طبعا يعني نتج عنها ان احنا مش هنلعب في دور 32، النادي الاهلي مش هيلعب دور 32 ولكن هيلعب دور 16 على طول، وهيلعب مع الفائز من حدائق الاهرام واصحاب الجياد، اللي هيفوز من الاثنين هيلاقي النادي الاهلي في دور ال 16. وزي ما بفكر حضراتكم دايما احنا ايضا حامل لقب الكاس، فرقه السيدات السنه اللي فاتت يعني حملوا لقب الدوري والكاس، واحنا النهارده او السنه دي بنقود حمله لطبعا الحفاظ على اللقب، وده مش غريب على فتيات الذهب الحقيقه، طبعا نتائجهم بتتكلم عنهم ونتمنى كل التوفيق. وانا الحقيقه متشوق اشوف الفرقه في توبها الجديد بعد الدعم بالصفقات الجديده وبعد غياب بعض العناصر اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، الحقيقه انا واحد من الناس متشوق جدا ان اشوف الفرقه في المباريات القويه، واتصور ان اول مباراه هتبقى قويه ان شاء الله تبقى يوم 5 ديسمبر زي ما قلت لحضراتكم، هتبقى مباراه نادي الزمالك اللي هتكون على صاله النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره.